عالم الزهور عالم مجنون، عالم طيب عالم مغرور، أوراقها أمل وأشوكها خطر. النهاردة هنتكلم عن مين ولا مين، عن أنانية النرجس ولا شعبية الياسمين. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الجمال والنور، حلقة خاصة جدا عن النباتات والزهور. خليكم معنا وبيوتنا جنة. النباتات والزهور أجمل شيء في الدنيا، وهي عشان كائن حساس لازم نتعامل معاه بعناية ورعاية كبيرة جدا جدا. وأجمل شيء في الدنيا أننا نفتح عينينا الصبح على أجمل ألوان، ألوان النباتات والزهور. لكن إزاي نعتني بيها في البيت، ويا ترى ممكن تعيش معانا عمر طويل ولا لأ؟ وهنعرف أسرارها وخباياها مع المهندس محمد فاروق، مهندس زراعي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك. في البداية كده دينا فكرة عن الفرق ما بين زهور القطف والنباتات الداخلية. أولا احنا عندنا حاجتين من النباتات، نوعين، نوع اندور بلانت، نباتات داخلية اللي بنقدر نأقلمها وتعيش جوه البيت ونستفيد منها كمنظر جمالي داخل البيت، ونباتات أو الدور اللي هي الخارجية اللي بنعمل بيها لاندسكيب وبنعمل بيها الجناية وبنعمل بيها المناظر اللي حضرتك بتشوفيها في الشوارع. المكان هنا بيحتوي على نوعين، عندنا اندور بلانت وعندنا كات فلاورز اللي هي زهور القطف بالنسبه للبوكيهات اللي جوه المنزل. الاندور بلانت من الحاجات اللي للاسف في مصر ما عندناش لسه ثقافه اللي اعتنا بيها، وان احنا ازاي نحافظ عليها ونديها اطول فتره زمنيه عندنا، لان في ناس كتير عندها مفهوم ان النباتات الداخليه معنى كده ان النباتات مش محتاجه اضاءه، مش محتاجه معامله كتسميد، مش محتاجه تربيه بصوره فنيه اكتر عشان نقدر نطورها ونقدر نستفيد منها وتغمل معانا جوه البيت. الانتور بلانت مش معنى كده ان هي نباتات مش محتاجه اضاءه، لا، هي نباتات ممكن تكون احتياجاتها الضوئيه اقل من النباتات الخارجيه. النباتات دي ربت او تربت او اتاقلمت على كميه اضاءه ممكن تكون اقل شويه، ولكنها محتاجه اضاءه، بحيث ان انا النهارده في نباتات كتيرة داخلية، بنتكلم مثلا نبات البوتس، بنتكلم نبات الديفنباخيا تروبيك، بنتكلم نبات الشوفليرة، بنتكلم نبات الأجلونيما، بنتكلم نبات أنواع كتيرة من الفيكاس زي فيكاس أميستل كوين، فيكاس أميستل كينج، فيكاس بنجامينة عادية إكزوتيكا. كل الحاجات دي بتحتاج أولا نقربها بقدر الإمكان من مصدر ضوء، مصدر ضوء يكون طبيعي. يعني نحطها فين عشان المشاهد العادي برضو يبقى عارف إنه ممكن يحط النبات ده فين؟ أول حاجة إن إحنا لو في شباك جنب الشباك، بحيث ان هو تبقى الضوء اللي داخلها ضوء طبيعي عشان تقدر تعمل عمليه التمثيل الضوئي اللي هو البناء بالنسبه للنبات نفسه. دي اول حاجه. تاني حاجه، بنوحد الايد اللي بتسقي النبات. ليه بقى؟ ليه يا فندم؟ عشان في حاجه اسمها مقنن مائي للنبات. بمعنى ايه؟ انا كمربي نباتات ما يهمنيش ان الزرعه تكون شاربه بصفه كبيره، لا، انا يهمني حتى لو هي كميه الماء اللي فيها اقل، هي ما وصلتش لمرحلة الزبول الدائم، لا، هي ممكن نلحق ونسقيها. انما لو الميه كتيره حوالين الجدر، الجدر اوريدي عفن والنبات نفسه مات. فهي المهم ان يبقى ايد واحده اللي بتسقي، ايد واحده اللي عارفه انا اخر ميه اديتها للنبات امتى، المقدن المائي للنبات نفسه، النبات كده عطشان، النبات كده شارب. دي اول حاجه. بعد كده اقربها من مصدر ضوء عشان اساعد النبات انه يقوم بعمليه تمثيل ضوئي وبناء خلايا جديده وبناء نموات جديده. مشكله النباتات الداخليه، سوري، يعني في بعض المكاتب وفي بعض الاماكن اي حد ماشي ومعاه شويه ميه زياده بيشرب شاي بيحط بقيه الكوبايه في النبات، هو متخيل ان هو كده بيساعد النبات على النمو. كده احنا بندور النبات. طبعا بيدور النبات، لان احنا لازم يبقى عندي درجه معينه من الميه بوصلها للنبات في وقت معين.
عشان نقدر نستفيد من العناصر اللي موجودة اوريدي في المية، ويقدر النبات يحول استفادته العناصر دي لنموات جديدة. هل في أنواع معينة لازم تكون موجودة في فصول معينة، ولا أي نوع ممكن يصلح أنه يكون موجود عندنا في أي وقت؟ إحنا هنا عشان عندنا إنتاج بيتم في صوب، الصوب دي بتبقى صوب من أكبر درجات الاستعداد، فعندنا مكافحة على درجة عالية جدا طوال 24 ساعة، تسميد طوال 24 ساعة، رعاية، ويتم من خلال ناس متخصصة وناس فاهمة. فهي مشكلة الاندور بلانت انه لما بيطلع بعد كده اللي بيتعامل معاه ما بيبقاش بصورة خبيرة، ولكن احنا في وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي مع ظهور الربيع ومع قدومه بتبدأ نموات جديدة تشتغل في كل النبات، فتقدر تقولي ان حضرتك ان الوقت ده انسب وقت ليه نموات جديدة بتتم. طيب احنا زي ما الناس اللي عندها خبره وعندها وعي بتعتني بالنبات، انا برضو يهمني الناس العاديه البسيطه اللي في البيوت. ست البيت ازاي تقدر تعتني بالنبات لفتره طويله؟ حضرتك قلت لنا نقطه مهمه جدا، اول حاجه اننا ما نسقيش الورد او الزهر زياده عن اللزوم عشان احنا كده بندور. كلمني برضو عن الفازات، الزهريات، الشتلات. استكمالا لان ازاي ست البيت تحافظ على النبات. يبقى احنا عندنا تقريب لمصدر ضوء طبيعي، توحيد المية، عدم تدوير النبات من قصيص لقصيص أكبر إلا في أوقات نساعد فيها الجدر نشتغل. يعني ما ينفعش أجي في شهر 11 12 1 2 أعمل عملية تدوير لنبات في مساحة من قصيص أصغر لمقصيص أكبر، أنا كده بعرض جذور النبات نفسها للهواء، بعرضه للمشاكل. لا، أنا ببدأ الكلام ده كله مع انتهاء شهر أمشير. بالنسبة للزراعات انت عارف حضرتك كلنا مصريين، والمصري القديم بدأ الزراعة كأول واحد في العالم، فهو اعتبر شهور السنة شهور مرتبطة بالزراعة. فإحنا مع بداية شهر أمشير ونهاية شهر أمشير وبداية الشهر اللي بعديه بنبدأ النهاردة نبدأ نخش في مراحل نمو أكبر، نبدأ ندور لنبات أكبر في أساس أكبر. فمن هنا ما ينفعش أعمل التدوير في فصول الشتاء خالص. مشاهدينا في أسرار تانية كتير هنعرفها عن ظهور القطف، ما تروحوش في أي حتة، خليكم معانا. كل واحد فينا بيحلم انه يكون عنده داخل البلكونة بتاعته جنينة صغيرة. النهاردة مع حضراتكم فعلا هنقدر نعمل اجمل جنينة في الدنيا بابسط الامكانيات وباقل التكاليف. مش بس كده، كمان ممكن يكون عندنا انواع كتير جدا جدا من النباتات وزهور داخل البلكونة. كلام ده واكتر منه هنعرفه من البشمهندس احمد حلمي، مهندس زراعي. اهلا بيك يا بشمهندس. النهاردة احنا معاك داخل نباتات الاوتدورز او النباتات الخارجية اللي ممكن نحطها في البلكونة. كلمنا عن الانواع اللي ممكن نحطها تحديدا كمان في فصل الربيع او في الشتاء، يعني في جميع الفصول. بص حضرتك يا فندم، احنا في قلب النباتات الشتوية المزهرة، منها الجارونيا والبتونيا، فيه اكوان، فيه جزانيا، في انواع كتير ممكن ناخدها نزين بيها البلكونه بتاعت كل واحد عندنا باقل التكاليف والاسعار. طيب خلينا بقى نتكلم عن الالوان كمان، لان اذواق الناس بتختلف من لون للتاني. في ناس بتحب الالوان الفاتحه، الالوان الغامقه شويه في الزهور. فقلت لي البتونيا انواعها الوانها ايه؟ الوان البتونيا فيه الاحمر، فيه البامبا، فيه الابيض، فيه الالوان، فيه الالوان المشكله، المعرقات، في الوان منها كتير قوي يعني. وفي الكروم، وفي كروم بالزينه. في كروم بالزينه، وفي احنا واقفين دلوقتي في الجنونيا المزهره، في منها الوان كتير، في منها الاحمر، في منها الابيض، في منها الموف، في منها البامبا.
دي النباتات الشتوية المزهرة، ولكن برضو بقية الفصول بيبقى فيه أنواع معينة ولا لا؟ في أنواع معينة، يعني احنا في الجروان اللي احنا فيها دي نبات ربيعي، فصل ربيعي. في الصيف بيبقى فيه أنواع تانية؟ في الصيف فيه الوينكا، فيه الرز ده شغلته للسنة، الورد اللي هو الأدور، فيه الجهنمية ألوانها خطيرة ورخصة جدا، ممكن نعمل منها أي جنينة بأقل الأثمان. طيب الموضوع الرعاية برضو والعناية، ان ست البيت تراعي النباتات داخل البلكونة، كمان الإضاءة اللي محتاجاها النباتات الخارجية، هل ممكن احنا نحطها في الشمس يعني ولا لا؟ والله هو النباتات اللي عموما النباتات اللي هي اللي هتحط في البيت في إضاءة عليها عشان تشغل النبات ينتج غذائه بنفسه، فالشمس عموما يعني للنباتات اللي هي الاوت دور كويسه جدا، يعني بتخليها تكون غذائها بنفسها. ويعني عايز اوصي كل مثلا ربه منزل ان هي مش تدي ميه للنبته، يعني عمال على بطال، يعني كل مش كل يوم تديها ميه، كل ما تحس ان النبته دي محتاجه لميه تديها ميه. طب ترعيها ازاي؟ يعني انت قلت لي برضو حاجه مهمه، ان موضوع ان احنا ما نرويش على طول عمال على بطال، كل ست بيت تخلي بالها انها لازم تروي بمواعيد معينه وبمقدار معين عشان ما تضرش النبات، دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل في بعض التسميد بتحط لها حاجات معينه في التربه، بترعيها ازاي؟ والله هو النباتات المفروض يعني في عند اللي هم اللي بيبيعوا الاسمده والكده، في حاجات يعني اللي هي للنباتات المزهره، اسمده النباتات المزهره تخليها تظهر اكتر، وفي حاجات للنباتات اللي هي الورقيه اللي هي لونها احسن من لونها فيها الوان يعني كالرز، وفيه يعني لكل حاجه لها اسمده معينه ميه. يعني الامراض اللي ممكن تصيب لا قدر الله النبات، هل في امراض معينه وكمان تحديدا في فصل الشتاء؟ والله اكتر الامراض اللي بتصيب النباتات في فصل الشتاء اللي هي النباتات اللي بتصيب النباتات في فصل الشتاء هي النباتات الفطريه. الامراض الفطريه من يعني الرطوبه بتبقى حوالين النبات كتير قوي والميه كده، فبيصيب النباتات امراض فطريه. ازاي بقى نقدر نعالج النباتات، وهل ممكن نعمل عملية وقاية في بعض مثلا الحاجات المبيدات اللي بتترش على النبات عشان نعمل نوع من انواع الوقاية؟ وقاية خير من العلاج. يعني انا في فصل الشتاء ما ازودش المية على النبتة عشان ما يبقاش فيه نسبة رطوبة حوالين النبات، فتخلي النباتات الامراض الفطرية تكتر حوالين النبات. طيب فكرة بقى ان انا كست بيت ساعات كتير بسمع من جيراني من اصحابي وغيره، يعني انه ممكن لا قدر الله يبقى فيه نملة او حشرات بسبب النباتات، مع ان النباتات ممكن يكون شكلها جميل جدا جدا ومريح للعين، ولكن ست البيت برضو محتاجة انها ترتاح في النظافة، من نظافة المكان نفسه. فهل وجود النباتات داخل او خارج المنزل بشكل عام، بقى مش بكلم بس على النباتات الخارجية بتاعت البلكونة، ممكن يجيب نمل على الاقل؟ ممكن يجيب نمل، بس احنا ممكن بطريقه معينه ان ما نخليش فيه حشرات ولا ايه. انا بنظف حوالين النبات، ما حدش يحط فضلات طعام في قلب النبات، ما خليش اي حد مثلا يحط مثلا يشرب فيها ويحط بقيه الشاي فيها في النباتات، يعني ما هي دي من العادات اللي هي ان احنا الثقافه اللي احنا عايزين نتعلمها للنباتات اللي هي الزينه في البيت، غير الثقافه الغلط. الثقافه الغلط الموجوده في البيت. طب قولي الاسعار بقى، اسعارها في متناول الجميع، ممكن ست بيت تعمل شتلات حتى؟ يعني عندنا مثلا في المزرعه حاجات مثلا ب 3 جنيه ب 4 جنيه ب 5 جنيه ب 10 جنيه، اكتر في الحاجات المزهره دي يعني. طب واحجامها ايه لما بتكبر؟ بتاخد حيز كبير من البلكونه، بتكبر قوي ولا برضو في المعقول؟ الحاجات اللي هي النباتات اللي هي الحوليه دي ما بتكبرش، هي بتطلع ظهر وبتبقى على مستواها كده. انا بشكرك شكرا جزيلا على استضافتك لينا. شكرا جزيلا لي. يعني انتوا شرفتونا النهارده ونورتونا والله. مشاهدينا لسه مكملين كلامنا عن النباتات والزهور، خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
لازم سكر جماوي غيري، لازم اقصف الاول. حرام عليك انت اللي بتاعي هيموت يا رجاله. اه يعني يا دلوعي، لو كان معايا تمن كنت زمان اشتريتها من السوق السوداء. ما قلت يا ابني لو بتسمع الكلام كنت فهمت المثل اللي بيقول تي اس الزرع بيه بيحس. تي اس وبس، ولا الكيماوي ولا غيره، تي اس مفيش غيره. تي اس الزرع بيه هيحس. من بايوتيك بضمان دكتور رضا النحراوي. اخي المزارع، الجمعية الزراعية هتشتري قمحك بسعر 420 جنيه للأرداب، مقاوي 23.5 إراد ووزن 150 كيلو جرام. الجمعية هي بيت الفلاح، مع تمنيات الإرشاد الزراعي بمحصول وفير لكل المزارع. حاصل زادت يا ولاد، مع بيوتك اهو نجحنا، مع بيوتك الخير اهو زاد. والدورة البيضة زادت ل35 اردب. الله الله. والدورة الصفرة بقت 33 اردب. يا حلاوتك يا بيوتك. وانتاجية القمح زادت ل24 اردب. ايه الجمال ده. والبطاطس 18 طن. يا دي الخير يا دي الخير. والقطن 15 امتار. والبرسيم زاد 40%. والخضروات هي كمان زادت 40%. مشروع الزراعة النظيفة من بايوتك بضمان دكتور رضا النحراوي. مع بايوتك الخير وزاد. واحد فينا ممكن يقدر يعمل جنينة جميلة جدا جدا داخل البلكونة بتاعته. مش بس كده، ده كمان ممكن يعمل الجنينة دي بأبسط الإمكانيات وبأقل التكاليف. شتا وصيف ممكن نستمتع بمناظر ومظاهر وألوان النباتات الجميلة. كلام ده لسه مكملين مع أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد مرة تانية. أهلا حبيبتك. النهاردة عايزين كل ست بيت تعرف إزاي تعمل داخل البلكونة بتاعتها شكل جميل جدا وحديقة صغيرة وكمان بأبسط التكاليف. والله أنا بقول لحضرتك الكلام ده ممكن وقائم، وهتلاقيه في كل دول العالم، يمكن في مصر بس ما فيهاش الاهتمام بالنباتات الخارجيه. حضرتك لو سافرت هولندا، لو سافرت الدول الخارجيه كلها بالذات الدول الاوروبيه، هتلاقي كل الجناين معلقه في البلكونات، بمعنى ان كل واحد عامل جوه بيته في بلكونته جنينه، قادر ان هو يجيب بوت نبات ويعلقه ويستفيد من منظره الجمالي. احنا هنا عندنا نباتات خارجيه كتيره قوي، والنباتات الخارجيه دي فيها نباتات منها مزهره بتدي منظر جمالي طول العام. عندنا مثلا احنا واقفين في حاجه زي كرنب الزهور، واقفين عند جارونيا، واقفين عند عصفور الجنه، واقفين عند سارو، واقفين عند جازانيا. الحاجات دي كلها ممكن بحوض صغير بتكاليف قليله جدا باسعار رمزيه بنحط النباتات دي جوه البلكونه، سواء احنا بنستفيد بيها او المره اللي في الشارع بيقدروا يستفيدوا من المنظر، وبقى عندنا من ناحيتين منظر جمالي ليا ومنظر جمالي للشارع. او اقدر استفيد بيها ان انا احطها في جنينه لو انا عندي متسع من المكان، واقدر استفيد بيه واعمل جنينه مع النباتات الداخليه عندي، يبقى في جنينه بقدر اعمل فيها نباتات خارجيه بقدر كافي، وبقدر اعمل فيها نجيله اللي هي سبقة التجهيز، بتبقى نجيلة طبيعية، بقدر أعمل مسطح أخضر،
وبعد المسطح الاخضر تحتيه بعمل حديات من الكرومب، من الكريزانسم، من الحاجات اللي الجزانية الجارونيا، الحاجات دي حاجات مستمره برضو معانا لاوقات طويله جوه السنه، وبتدي منظر جمالي وبتدي الوان طبيعيه. الحاجات دي تكلفتها مش عاليه، يعني احنا بنتكلم في حاجات ب 5 جنيه وب 6 جنيه وارقام رمزيه جدا نقدر نحطها عندنا، وتسميدها وتربيتها جوه البيت من اسهل ما يكون. احنا كل اللي محتاجينه محتاجين سماد متوازن، حاجه اسمها ان بي كي اللي هي الفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم. الحاجات دي كلها بتتباع وبتتباع عند كل المحلات في مصر وفي اماكن كتيره بتقدري حضرتك. ليها مواعيد التسميد بقى عشان برضو كل ست بيت التسميد والري، ازاي تقدر تروي الزرع من غير ما نقع في المشاكل اللي كل الناس بتقع فيها، اللي هي ممكن هي شويه تزود الميه تقلل الميه، فقول لنا المعقول ايه. انا اوريدي لو انا زارع في جنينه كارض كمسطح اخضر، انا ما بيفرقش عندي قوي حته الميه لو زياده شويه، لان سواء في تربه وبتمتص النبات الميه المتاحه ليه والباقي بيبقى موجود في التربه ما فيش مشاكل فيه. انما لو انا عندي حوض ومحدد المساحه اللي انا زارع فيها النباتات وعلى اسوار البلكونات دي، لازم يبقى عندي انا درايه بكميه الميه قد ايه، الميه زياده قليل. والتسميد هنا بيزيد عن النبات يكون في الارض. التسميد هنا انا ممكن ادي تسميد كل اسبوعين، الكلام ده بيكون في فتره الصيف، وفي الشتاء بنقلل الفتره شويه من اسبوع ل 10 ايام، بدي جرام سماد للتر. واخد بال حضرتك؟ انما الارض عاده الارض هي فيها العناصر الغذائيه، فانا لو طالت الفتره شويه من اسبوعين لشهر التسميد المتوازن اللي هو قلنا ان بي كي، اللي هو بيبقى فيه الثلاث عناصر الاساسيه بالاضافه لبعض العناصر الثانيه الغير اساسيه مثلا كحديد كبوتاسيوم وما شابه، الكلام ده كله هيساعدني لما اديه كل 15 يوم كل شهر في المسطح الاخضر اللي عندي مع ري ميه، والميه طبعا تكون بالنسبه للجناين والحدائق برضو انا عندي حد يبقى في الجناينيه، والحد اللي بيقدر يتابع الجنينه بيبقى عينه هو اكتر من ست البيت ان المسطح محتاج ميه ولا لا. طيب بمناسبة بقى كمان المكافحة، مكافحة الحشرات، في بيجي بعض الأوقات اللي بيبقى فيها أمراض كتير بتصيب النبات لا قدر الله، ست البيت تقدر إزاي تكافح برضو بطرق بسيطة وسهلة؟ إحنا عندنا ثلاث أنواع من الأمراض، عندنا أمراض فطرية وأمراض حشرية وأمراض بكتيرية، ودول ثلاث أنواع اللي طبعا ما فيش غيرهم منتشرين سواء فاحنا عندنا الثلاث انواع دول. عاده الامراض البكتيريه بتشتد في فصل الشتاء، اول ما درجه الحراره بتقل بتبدا الرطوبه تزيد في الجو بيبدا يبقى فيه بكتيريا في النبات، ودي ليها بعض الاصناف من المبيدات متواجده في السوق، ونفس الحكايه بالنسبه لاصناف الاصابه الحشريه. احنا عندنا انواع كتير من الحشرات بتصيب النباتات سواء بقى في اكاروس اللي هو العنكبوت الاحمر، وفي انواع كتيره قوي من الاصابات الحشريه دي. ست البيت مش هتقدر يعني تكون ملمه بالعمليه دي بقدر الامكان ان الوقايه خير من العلاج. وده بقى هادي، لان احنا النهارده لو دخلنا جوه البيت في مكافحه حشريه فاحنا بنخش في مبيدات ممكن تكون مضره لست البيت وللاولاد، فاحنا عايزين الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج ازاي؟ ان انا احافظ على الميه جوه النبات، ان انا احافظ على مستوى السماد جوه النبات زي ما قلت لحضرتك، ان انا احافظ على مستوى الاضاءه اللي واصله للنبات. انا كده بقلل نسبه اصابه النبات باي من الاصابات الثلاثه اللي قلناهم. ست البيت برضو عندها مشكله مع الحشرات، بعض الناس بتقول ان وجود النباتات في البلكونه او داخل البيت ممكن لا قدر الله يكون سبب في وجود بعض الحشرات ومن اهمها النمل، ازاي نقدر نكافح النمل؟ اولا الكلام ده ثبت عدم علميته تماما، والنباتات ملهاش علاقه خالص بالحشرات بالذات خاصه النمل. النباتات لو بتصيبها بتصيبها حشرات بعيد تماما عن قصه النمل والناموس والنمل. طب النمل ليه تحديدا بيجي حوالين الشتله بتاعت الزرع؟ لا، ربما هقول لحضرتك، ربما لو الشتله بتبقى في نباتات في بيتموس مش في ارض طينيه، ربما النباتات النمل بيسعى ان هو يخش جوه يشوف يستكشف البيتموس ده في اكل في اي حاجه نافعه ليه، ولكن هو غير جاذب للحشرات بصفه عامه، غير جاذب للنمل بصفه خاصه. الكلام ده
الكلام بيقال وفي للاسف يعني مش طبيعي ومش حقيقي، ونقدر نعيش حياتنا كامله مع النباتات جوه البيت، احنا نستمتع بمنظرها وهي تدينا خضره وتدينا جمال بدون ما يبقى عندنا اصابه او نباتات مصابه او عندنا اصابات حشريه او ما شابه. طب الناس بتقبل اكتر على ايه؟ يعني اي الانواع ست البيت بتقبل عليها او بتلاقي ان الناس حابه تشتريها اكتر؟ والله ست البيت عادة في مصر احنا ما عندناش ثقافة تبادل التهاني والأعياد بالورد والنباتات، فأنا من هنا من المكان ده بدعو حضرتك انك تدعي معانا ست البيت ورب الأسرة ان يكون هدية بيقدمها في عيد الأم، هدية بيقدمها في عيد جوازه، كنبتة، كحاجة يعني حاجة فيها حياة بتقدر تعبر عنه وعن نفسه وعن مستقبله. فأنا شايف إن النباتات الداخلية لو قدرنا ست البيت يبقى عندها ثقافة الخفيفة اللي إزاي تقدر تعتبر النبتة دي ابنها أو بنتها، يبقى في لغة حوار ما بينهم، هتلاقي هي كل يوم بتكلم النبتة والنبتة بتكلمها، بتعرف هي عطشانة، بتعرف النبتة محتاجة ضوء، النبتة محتاجة إن هي تتنقل في قصيص تاني، هيحصل الحوار ده والتبادل ما بينهم وبين بعض مع الألفة مع التعود، مع إن أنا النهاردة أربي أبنائي وربي ولادي على ان في حاجه اسمها نباتات داخليه، ان في حاجه هتضيف لي جمال ولمسه جماليه في البيت مع هدايا لوالدتي مع هدايا لزوجتي وما شابه كده. باشمهندس محمد بجد بشكرك شكرا جزيلا. باشمهندس محمد فاروق مهندس زراعي شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم، شرفتونا واهلا بيكم، اتفضلي يا فندم. الزهور في مكانها احلى الاشكال، من ابداعها بتقول احلى كلام، يا ترى الورده احلى في فازه ولا في بستان؟ حلقتنا خلصت النهارده، استنونا في حلقات تانيه كتير وبيوتنا جنه.